الاهلي يحكم، الاهلي يحكم ازاي يا عم ابو المعاطر؟ هو كده الاهلي يحكم؟ ايه اللي حصل امبارح؟ تواصلنا مع احد المسؤولين في اتحاد الكره واكد ان هناك خطه لتاجيل مباراه القمه وسيتم عرضها على الاهلي والزمالك، وانا قلت ان هو تعذر الوصول لكابتن الخطيب لانه واخد الحقنه اللي في ظهره وبالتالي كذا. فالاهلي يحكم ازاي؟ الاهلي ردود امبارح كانت عنيفه، عبد الحفيظ طلع يغيظ اهو، قال كلمه الميكروباص، مصر كلها عماله تتكلم في الميكروباص لحد النهارده، وسواقين الميكروباص غلوا الاجره رغم ان البنزين رخص ولازم ينزلوا الاجره بعد ما البنزين رخص ربع جنيه. المهم اللهم صل على سيدنا النبي. الاهلي يحكم، اليوم تلقى النادي الاهلي تاكيدات برفض تاجيل القمه. بقول لك انا اللي بقول لك. وعمرو الجنايني كشف عن مفاجاه لاحد المسؤولين في النادي الاهلي، وهي انه تم التواصل مع الاتحاد الافريقي لكره القدم لتحديد موعد المباراه. كانت النيه تتجه الى اقامتها يوم 20 او 21. 20 او 21 المباراه. اكد الاستاذ عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكره انه يفضل ارجاعها لان في مباراه قمه يوم 19 والناس كلها بتستناه، وان هو لو حافظ على ميعادها ده هيحسب له عند الراي العام، لكن لما هيأجل المقاولين مفيش مشكله، لكن هيأجل مباراه القمه هيلاقي هجوما عنيفا من جماهير النادي الاهلي واداره النادي الاهلي، ولن تسمح بالتأجيل اداره النادي الاهلي تحت اي ظرف، تحت اي مسمى، لانك هتبقى فتحت الباب للفوضى، فتحت الباب للفوضى، وبالتالي رفض الاهلي تأجيل القمه. النهارده جاي له تأكيدات وتطمينات للنادي الاهلي بان القمه لن تؤجل، وستقام في موعدها، وستقام في موعدها. رئيس نادي الزمالك اعلن انه لن يلعب مباراه القمه، لن يلعب مباراه القمه، وخايف على اصابات لاعبيه. باذن الله ربنا يحفظ كل اللعيبه، لعيبه الزمالك والاهلي وكل الانديه، محدش يتمنى لحد الشر ابدا. لكن هنا عمرو الجنايني اكد للمسؤولين في النادي الاهلي ان تاجيل، بقول لكم معلومه، ان تحديد مباراه الزمالك وجنراسيون فوت 24 كان نتيجه التواصل بين اتحاد الكره المصري والمسؤولين في الكاف، وكان الكلام انها تقام يوم 20 او 21 لان الاجنده الدوليه تخلص 15 ولا 14، فبالتالي الماتش 14 فاللعيبه ترجع 15. فده اللي قاله كابتن عمرو الجنايني. اليوم في اطمئنان كبير جدا في النادي الاهلي الى عدم تاجيل مباراه القمه، لان النادي الاهلي كشر عن انيابه بالامس، طلع سيد عبد الحفيظ قال الاهلي يرفض التاجيل ويجب احترام المعايير التي تم الاتفاق عليها والتوافق عليها. وهي ايه المعايير؟ 3 ايام فرق بين لعب قبل لعبك لمباراه ما تلعبش فيها دوري ممتاز، قبل لعبك لاي مباراه افريقيه لو المباراه في القاهره، 4 ايام لو خارج القاهره، 4 ايام لو خارج القاهره. فبالتالي ده الموضوع، دي معايير اتحطت وانت بتعمل الجدول، لما تيجي تكسرها في الاسبوع الرابع يبقى انت بوظت الجدول. وهنا الاهلي يحكم باحترام المواعيد، يحكم باحترام المعايير، مش بيحكم لمصلحه خاصه، ده بيحكم من اجل نجاح المسابقه، من اجل الانتصار للاحترام والاخلاق والمبادئ الرياضيه السليمه وهي تكافؤ الفرص. تلعب زي ما نتفق انا وانت، اتفقنا على ايه؟ اتفقنا على كذا وكذا وكذا وكذا. 3 ايام و4 ايام، وفي قبل النهائي 5 ايام بره واسبوع، بره اسبوع وجوه 5 ايام قبل النهائي والنهائي. فاذا دي معايير واضحه تم الاتفاق عليه، لكن ان انا اجي اقول لا ده بتاع ده لا هتتاجل، يعني هتتاجل ولو ما تاجلتش مش عارف ايه. هنا ياتي الكلام اللي قاله عمرو الجنايني، اللي هو قال ايه؟ قال لك اللهم صل على محمد، انا عندي لوائح هطبقها واللي عاوز ينسحب ينسحب. قال كده، قال اللوائح هتطبق على الكل واللي اتفقنا عليها هتطبق على الكل. امبارح سوشيال النادي الاهلي نشرت الفيديو ده على تويتر والفيسبوك ووصل لجميع انحاء الناس وانحاء البلاد وكل الناس في كل مكان بيفكروا عمرو الجنايني باللي قاله. فعمرو الجنايني اليوم اكد لمسؤولين في النادي الاهلي ان مباراه القمه ستقام في موعدها وانه لا ليه للتاجيل وان تهديدات رئيس نادي الزمالك هو ملوش علاقه بيه ولم يتفق معه على شيء، رغم أن مسؤولا في اتحاد الكرة أبلغنا أن هناك خطة بنفس مفرده، هو عايز يقول يعني تصور لتأجيل القمة، ولكن هيتم عرضها الأول على رئيس نادي الزمالك والنادي الأهلي،
وعرضوها على رئيس نادي الزمالك، لكن رئيس النادي الاهلي كان مريض فما وصل، ما نجحوش في التوصل اليه او التواصل معه. اليوم يتم التاكيد على رفض تاجيل القمه وانها في موعدها يوم 19. الاهلي يحكم ليس انتصارا لشخص، ولكن انتصارا للمبادئ والقيم والاخلاق والمعايير المحترمه. طيب طالما بنتكلم عن الجزئيه دي هنقول حاجه تانية. ايه الحاجه التانية؟ واحنا بنتكلم على الكاف ومباراه القمه، ان الكاف امبارح في البيان الرسمي بتاعه قال لك ان اللجنه التاديبيه هتاخد قراراتها وانها لم تبت في الشكاوى كلها. رئيس نادي جينيراسيون فوت وسنجور اللي هو رئيس الاتحاد السنغالي وعضو المكتب التنفيذي تقدموا بشكاوي للجنه التاديبيه وللاتحاد الافريقي لكره القدم، وان هناك انباء كان يمكن ان تصدر بالامس عن تجميد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، تجميده، وهناك انباء ان التجميد ممكن يخفف الى ايقاف. هنا بوريدا كان مركز على الماتش قعدته في مصر، وارجع مساله قال يعني ما نطلعش حاجتين في وقت واحد عشان رئيس نادي الزمالك عصب والحكايه والرؤيه، اجلوها شويه وخدوا قراركم. رئيس نادي جينيراسيون فوت اللي هو توريه متمسك بانه ياخد حق، حتى الان ما جاش ردهم الرسمي على اللعب من عدم، لكن قالوا خلال 24 ساعه قدامنا لسه وقت. لكن هنا في تجميد لرئيس نادي الزمالك او ايقاف وفقا للجنه التاديبيه والشكاوى، وان الاستاذ هنا بوريده قال يجب ان احنا نتمهل بعض الشيء في هذا الامر، وكله ما بقاش في وقت واحد. طيب بالنسبه لايقاف طارق حامد مباراه واتخاذ القرار يوم 2 واعلانه يوم 8 بالامس، علمنا ان تقرير الحكم كتب ان الانذار الثاني للاعتراض وليس للسب والشتم، وبالتالي خد ايقاف مباراه واحده، وجاب هنا اتحاد الكره عن اعلان قراره في نفس التوقيت لتموت القضيه وتفوتها على الجماهير، قال لك موت المسافه، خد القرار يوم 2 واعلنه يوم 8. الجزئيه الاخرى ان الصربي ميتشو يرفض تماما دخول اي عنصر للجهاز الفني الخاص به. احنا قلنا في محمد صلاح مسك السويس، ممكن يسيب السويس ويجي لو عنده اوبشن كويس واختصاصات كويسه، ومعاه وبعد منه طارق يحيى وبعد منه عصام مرعي، وان امير مرتضى عاوز يدخل كابتن سامي الشيشيني مكان احمد عبد الرؤوف. ايوه ميتشو رفض دخول اي عناصر على الجهاز الفني والاداري الخاص بيه نادي الزمالك. قال لك ما حدش يجي لي وانا مش عاوز اي حد خالص وانا راضي باللي موجود عندي. الحاجه الاخرى ده بالنسبه للزمالك. الجبليه تم تغريمها 5000 دولار لعدم اختيار الاتحاد الافريقي بمديونيات الزمالك والمصري للاعبين، لان في شروط رخصة الاحتراف يجب ان كل الناس تبقى واخده حقوق، بعد كده يطلب منك ميزانية الكورة في الاتحاد الافريقي، ميزانية الكورة ايه ومداخلها ايه ومخارجها ايه. ف تم تغريم الاتحاد المصري 5000 دولار. طيب عندي مفاجأة تانية الوحيد اللي انفرد بيها وقلتها لكم. قلت لكم من 3 ايام ان كهربا جاي يوم الثلاث ووصل بسلامة الله مساء امس بالقميص الاحمر والتيشيرت الاحمر، ثم أقام ليلة جميلة في منزله في حضور والده ووالدته وأقرب المقربين لي وفي مقدمتهم أمح الدولي، وهو مرتديا التيشيرت الأحمر أيضا. وقلت لكم إن هو جاي عشان يخلص وما عندوش مشاكل تجنيد زي ما البعض كان عمال يجري بليلة نهار، لو نزل مصر اتقبض عليه في المطار، أهو نزل مصر وروح منه بألف سلامة. وأجهزة الدولة المصرية ليست طوعة فارغة ومحترمة تقوم بعملها بأمانة واحترام، مؤسسات الدولة المصرية وأجهزتها، فما فيش حاجة اسمها لو نزل مصر تقبض عليه من المطار ولا موصي فلان وموصي علان وقايل لترتان، الكلام ده على المصطبة. لكن وصل الراجل وروح بيته لأنه واخد تأجيل من الجيش لمدة لحد حتى يصل عمره إلى 29 سنة واحتفل مع حبايبه. نيجي بقى قاعد هنا كام يوم لسه لحد يوم 14 أو 15 لسه. سيلتقي خلال تلك الاجازه القصيره بمسؤولين في النادي الاهلي، وسيتم وضع اللمسات النهائيه على انتقاله للنادي الاهلي في يناير المقبل. وان هناك شخصيه مصريه قلنا رمزها الدكتور ستتحمل جزء مالي كبير في مساله اتمام الصفقه،
هو وتوجد تطمينات من المحامين، وفي محامي برتغالي دخل في القضية وجي هنا القاهرة وشاف أوراق وشاف عقود اتحاد الكورة وحكاية ورواية، ده سر جديد. هو محامي برتغالي وصل هنا وراح مع الحاج عبد المنعم والد يا كابتن كهربا لاتحاد الكورة واطمن تمام الاطمئنان إلى أن عبد كهربا انتهى وليس هارب. قال لك المعايير كذا، قال لك الرسوم، الرسوم بيبقى رايح بيها حاجة، الشيك رايح معاه مفردات، الرسوم دي رسوم توثيق عود فلان وفلان وفلان وفلان، فما كانش من بينهم كهرباء، ولو حصل أي شيء بيبقى تزوير. تاني حاجة الله والله العظيم أنا 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 ما عارف أقول لكم إيه، كل الرسائل دلوقتي المستشار تركي الشيخ أهو أبو زينة من النمسا، المستشار تركي الشيخ راجل مؤدب محترم وحضرتك بخير وسعادة، كل الناس كل الناس بحبك والله يا أنكل، ربنا ينصرك، شريف محروس الحمد لله، ربنا معاك يا أنكل سامي السعودي، أهلا بك يا سيدي. المهم فبالنسبة لكهرباء، كهرباء هيخلص مع الأهلي خلال هذه الأجازة، كهرباء رتب كل شيء، النادي الأهلي هيتفق معاه يجي في يناير ولا نهاية السنة، يحسموها بقى بينهم وبعضها، يخليها له النص التاني من ديسمبر لحد ما نشوف دور المجموعات هيحصل ايه، لحد ما نشوف الملف نفسه هيتفتح في الفيفا يقول ايه، يقول ايه في الفيفا الملف، والتوجه ايه، والحكاية ايه، والرواية ايه. لكن كهربا وصل بسلامة الله إلى مصر كما ذكرت لكم أو انفردت معكم،